طيب انت ما شاء الله عليك يعني بتلعبي كرة قدم وبتدربي كرة قدم للرجال وبتحضري كمان في كرة القدم، طب طموحك ايه بعد كده؟ بتفكري في ايه؟ نفسك في ان ايه اللي يحصل؟ او شايفة نفسك فين بعد فترة من دلوقتي؟ هو انا ان شاء الله يعني باذن الله بخطط من دلوقتي ل 20-30 ان انا اكون مسكت دوري فريق في الدوري الممتاز للرجال، يعني انا مسكت كده كده فريق في الدوري النسائي، حتى لو التجربه مش هتنفع في مصر بشكل كبير، يعني ممكن يبقى فيها حته ان لا لازم المدرب يكون معروف زي كتير من الدوريات او الانديه، ممكن اجرب التجربه بره. وانا اتعرض عليا حاجات بالفعل دلوقتي وانا في الدوري الدرجه الرابعه ان انا اقدر اسافر اشتغل على فرق في الدوري الممتاز بره. انت مين مدربك او مثلك الاعلى كمدرب محليا؟ انا هتكلم انا كابتن حسام ميدو، احمد حسام ميدو لما كان بيدرب. انا بحب الفكر ان شاب يبقى عنده طموح ان يقدر يبني قاعده في النادي او يطلع ناشئين وعنده فكر مختلف، فكر اوروبا شويه، لان الراجل بدا بره من بدري. في كابتن حسام حسن ده حاجه هو من عندي من حلوان، فنفس الطريقه ونفس الشغف لما بيروح مكان بيخليه زي ما يروح النادي المصري او نادي الاتحاد، بيخلي اللعيبه يعني اللعيب بيجيب جول هو بيهد الارض قبل ما بيروح له، ان هو نفس اللي طالع من المدرب بيرجع له. ففي كذا مدرب، يعني انت بتاخد من كل مدرب حاجه. طموح كابتن حسام احمد حسام ميدو ان هو عايز بيحط شغف كده ما بين اللعيبه. قابلتيه كده ولا لا؟ قابلته مره بس مش بشكل شخصي يعني، بس انا هو نموذج يعني يحتذى بيه بصراحه. ان شاء الله قابله يعني احلل معاه ماتش، لان انا كان نفسي احلل يعملوا استوديو تحليلي، ان في بنت تشارك في الاستوديو التحليلي. بره مليان بس فعلا دي تبقى حلوه. احنا في ناس شاطرين قوي فيها، واحنا خدنا دورات في تحليل الاداء وكورسات تدريبيه على اعلى مستوى، سواء في الاتحاد الاسباني، الهولندي، الانجليزي، سافرت امريكا اخدت دورات من هناك. فالفكره ان انت مش راجل وست، هي فكره ان انت عندك معلومه او عندك اضافه هتقدر تديها لحد.